multiple integrals اللي هو التكاملات المتعددة، يعني أكثر من تكامل، أكثر من تكامل. هنبدأ في 15-1 اللي هو الدبل انتجرال، التكامل الثنائي. في الورقة ناس حرف التي، في الورقة ناس حرف التي، ريكتانجلز. انجل لحالها يعني زاوية، صح؟ ريكتانجلز اللي هي الزاوية القائمة، فهنا نسميه المستطيل. يعني هنا بدنا ناخذ تكاملات على مناطق مستطيلة من الاكس واي بلين لما نعمل التكامل، تمام؟ بدنا ناخذ اليوم اللي هو الدبل انتجرال او التكامل الثنائي. طبعا التكامل الثنائي بيعطيني حجوم لاجسام ناشئه من سطح جاي بيغطي منطقه مستطيله. كيف يعني؟ المنطقه المستطيله هذه في فوقها سطح او سيرفس احنا بنسميه او مستوى سطح. السطح هذا ممكن يكون مموج، ممكن يكون عدل، صح؟ على فرض انه كان مستوى افقي يوازي مستوى الطاوله، حيكون عندي متوازي مستطيلات. بدي اجيب حجم هذا متوازي المستطيلات باستخدام التكامل الثنائي. طبعا ممكن يكون هذا المستوى اللي فوق اقتران تربيعي او تكعيبي او هذه او ايش ما كان، وات ايفر، ممكن يكون سطح كره، ممكن يكون. الان لما بدي اجيب التكامل على منطقه مستطيله، اهميتها اني ممكن احول المنطقه المستطيله الى مربعات او وحدات صغيره، واتصور انه هنا في عمود قايم وهنا عمود، هنا أعمدة لما يشكل لي أو أغطي كل الجسم اللي أنا بدي أحسب حجمه، صح؟ الآن عدد المستطيلات أو المربعات اللي عملتها أنا لو تؤول إلى ما لا نهاية عددها، فبصير كأنه كل نقطة عليها عمود خط، صح؟ فبغطي كل المجسم، هذا اللي بدي أحسبه. هاي أهمية المنطقة المستطيلة. الآن أنا عندي هاي المنطقة المستطيلة اللي أنا بدي أكمل عليها، بقسمها إلى وحدات صغيرة مثلاً مربعات. على كل مربع بدي أنشئ، طبعاً لما يكون عندي أنا في تعوج في أو انحرافات أو انحناءات في السطح اللي فوق، المستطيل مش هيجي عندي أو العمود اللي بدي أقيمه هان مش هيجي متوازي مستطيلات كامل، لأنه في انحناء فوق، صح؟ مش هيجي عدل اللي يسكر لي القاعدة توازي القاعدة. ففي إشي القاعدة بتصل بكون في فراغ تحت، زي ما بنعمل زي هيك، هاي الجسم مثلا، فانا بعمل مربع، طب هذا خليها زي هيك، هنا في جزء زياده، او لو كملت على هذا في جزء ناقص، صح؟ فانا الان بدل هذا العدد لو زغرت قاعده المربع، بدل ما هو هالقد زغرت كمان اكثر، فبتصير هذه هيك، فتقريبا هان فيش حاجه ناقصه تقريبا. فلو زودت هذه كمان زودتها، فلو خليت عددها ما لا نهاية من المربعات، يعني عدد المربعات هذه أو الوحدات تقول إلى ما لا نهاية، بغطي كل الأرضية، وبالتالي بتصير أنا بدي كل هذه، فيش عندي ولا جزء ناقص، فبجيب اللي هو حجم المجسم. هذا اللي أخذتوه في توجيهي على مجموع ريمان، مجموع ريمان مزبوط، بأخذ لك الليمت أو النهاية لما أنت تقول إلى ما لا نهاية بيعطينا التكامل، مزبوط ولا لا؟ نعم. احنا مش هنخش في المفاهيم هذه، لكن هذه الاصل. فكلمه بدي اعمل تكامل على منطقه مستطيله، بتكون حدود هذه المنطقه تعطى كالتالي: لو كانت هذه النقطه A وهذه النقطه B، لو بدي ارسم المستقيم X تساوي A، كيف برسمه؟ X تساوي A ايوه، اكس تساوي ايه، اكس ثابته لكن الواي متغيره، صح؟ لو بدرسه من المستقيم اكس يساوي بي، خلص صارت سهله الحين، مزبوط.
غسست وهي بتساوي بي. حلو الكلام؟ لسه ما خلصتش. الان هذا حدود اكس، يبقى اكس انا رسمت اكس من اكس بتساوي ايه واكس بتساوي بي، هذه رسمتها. الان تصور لو اكس بلاش، خلينا عند واي، واي بدي اخذها من واي بتساوي سي الى واي بتساوي دي، فهي السي وهي الدي، هاي السي وهي الدي، حرسم هيك خطين. الان خذوا بالكم اللي انا رسمته منطقه فاضيه، هي يعني محيط مستطيل من برا، بس هاي اللي رسمته، هاي المنطقه المحصوره. تصوروا لو اكس تقع ما بين الاي والبي، يعني جميع القيم بتاخذ اكس، فهيكون عندي هنا هيك صح الى ما لا نهايه، والواي تكون ما بين السي والدي، هاخد هذا، يبقى انا شغال على المنطقه هذه هي المظلله، هاي المنطقه المستطيله، حدود الاكس وهي حدود الواي، تمام. الان عشان اجيب حجم الجسم اللي منشا على هذه المنطقه وفي له سطح له معادله، ايش ما كانت معادلته، زد بتساوي اف اكس وواي تساوي مثلا 3 ناقص 4 ناقص اكس ناقص واي او زائد 5 اي حاجه، هذا السطح اللي فوق. طيب هاي صامت ولا حط هاي طيران بالمره نهائي. اوكي الان هاي المنطقه هذه اللي انا بدي انشا عليها التكامل. في عندنا النظريه بتقول ايجاد حجم الجسم المنشا على منطقه مستطيله حدودها، حدود المنطقة الريجون برمز لها بالرمز R، هاي حدودها، هاي حدودها على الإكس وحدودها على الواي. فبقول الحجم بيساوي الفوليوم بده يساوي التكامل على الريجون للاقتران F X Y بالنسبة للمساحة. طبعا احنا عارفين تكامل المساحة بعطينا الحجم صح؟ مشتقة الحجم مساحة، ومشتقة المساحة الطول، البعد، البعد صح؟ صح، زي تكامل المسافه بعطينا السرعه صح، تكامل السرعه بعطينا العجل، العجل ولا الاكسلريشن ايوه، او التسارع اللي بسموه التسارع، مشتقه التسارع السرعه، السرعه صح صح ما علينا. طيب الان نجيب التكامل هنا. طيب طبعا احنا كنا نقول هيك على ما اعتقد، مسافه سرعه تسارع او عجل، هيك دالفة بالاشتقاق وهيك بالتكامل صح، هيك اشتقاق وهيك تكامل، تكامل التسارع سرعه اخر خلص جل ما الاسم ما علينا. مشتقة الإزاحة بعطينا السرعة، مشتقة السرعة بعطينا التسارع، تكامل التسارع بعطينا السرعة، تكامل السرعة معنا، مش معنا مش داخل في الامتحان، خلينا هان خلاص خلينا هان. الآن تكامل هذه المنطقة إيش بده يصير؟ الآن إحنا بنحسب اللي هي A B C D، هاي المنطقة تبعتنا وبنسميها R من كلمة region، بدي تكامل على هذه المنطقة بغض النظر إيش قاعدة الاقتران. خذوا بالكم أنا بكامل كالتالي، عندي تكاملين، عندي تكاملين بدي أكملها دبل انتيجرال، في عندي للأف إكس وواي ممكن أحطها دي واي دي إكس، وممكن أحطها دي إكس دي واي، تمام لأف إكس وواي خليكم لا 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 بالراحة. تكامل هذه يعني هذا هيك، بكامل هذا الاقتران بالنسبة لواي، واللي بيطلع عندي بكامله بالنسبة لإكس، اللي جوا هذا التكامل للي جوا واللي برا للي برا، تمام. ها نفس الكلام، بكامل هذا بالنسبة لإكس واللي بيطلع بكامله بالنسبة لواي، تمام. حدود التكامل الآن قولي هيا إشارة. تكامل على الاريا، يساوي
اه يساوي اه طبعا. خلاص اه اه ما احنا قلنا هاد زي هذه بس ايش اه قلنا بتسويها بس مش نفسها يعني لازم يكون في تغيير في الكلام اللي هنا. خلوكم معي بس خلوكم معي اوكي. الان انا بدي اكمل اللي جوا بالنسبه لايش لواي. ايش حدود واي هنا؟ واي من واي بتساوي من واي بتساوي سي الى واي بتساوي دي صح. يبقى هنا باخذها من واي بتساوي سي الى واي بتساوي في دي فبحط من سي الى دي بدون ما اقول، لكن عارف انا في عقلي انه هاد من واي بتساوي الى واي بتساوي لانه حدود الواي صح. طيب الان اللي بيطلع عندي بدي اكمل هذا الاقتران بالنسبه لواي، واللي يطلع بعوض فيه بالكلام اللي هان بيطلع بخلص باجي بكمله بالنسبه لاكس. حدود الاكس من اي الى بي تمام. الان هان بدي اكمل في الاول بالنسبه لاكس، ايش حدود الاكس؟ من اي الى بي وهذه من سي لدي للاقتران تمام. هذه هي حدود التكامل او هذا التكامل الثنائي دبل انتجرال. المفروض لنفس السطح لما اعمل هذا التكامل او هذا التكامل يعطيني نفس الجواب ما دام انا ملتزم اكملها بالنسبه لواي قبل او لاكس. برجع لنا نشوف مثال على هذا الكلام. هذه النظريه بسموها نظريه فابيني النوع الثاني، اخذنا النوع الاول احنا في المحاضره اللي فاتت. نشوف الاكزامبل وين الاكزامبل. هاي الاكزامبل فايند ذا فوليوم اندر ذا بلين. اكزامبل اكزامبل واحد خلاص. Find the volume under the plane. البلين عندي زد بتساوي 4 ناقص اكس ناقص واي. طبعا الزد هي مين؟ هي الاف اوف اكس واي صح؟ واضح الكلام. طيب over the rectangular region فوق المنطقه المستطيله ار حدودها هيك معناها ار المعرفه كالتالي الاكس من 0 ل 2 والواي من 0 ل 1 in the xy plane في ال xy plane تمام. الان انا بدي اقول الفوليوم تساوي التكامل على الريجون للاف اكس واي او للزد دي اي اللي بده يساوي هاي حدود التكامل. الاقتران اللي عندي هو 4 ناقص اكس ناقص واي. الان احط دي واي دي اكس ولا دي اكس دي واي؟ نحط دي واي دي اكس مش مشكله. بدي احط هنا دي واي ايش الحدود؟ من صفر لواحد حدود الواي صح. دي اكس من صفر لاثنين تمام. يبقى الان انا ببدا كامل بدي كامل هذا بالنسبه لواي وعوض كل حاجه. الان لما اكامل بالنسبه لواي اكس تعامل ثابت زي البارشل ديفرنشيشن مظبوط زي الاشتقاق الجزئي. يبقى هذا حيساوي لي التكامل من صفر لاثنين اشوفها كامله بالنسبه لواي 4 واي ناقص اكس واي ناقص واي تربيع على 2 موخوذه من 0 ل 1 واللي بيطلع بدي كامله بالنسبه لاكس. واضح الكلام؟ بنعامل اكس ثابت طبعا. الاربعه زيها زي الاكس 4 واي اكس واي وهذه هي الواي الحقيقيه هي بتتكامل طبيعي تمام. الان بدي اعوض عن هذه حدود الواي من واي بتساوي صفر لواي بتساوي واحد. لما اعوض عن واي بصفر كلهم فين واي بتروح. فاحنا بنعوض طبعا من الحد العلوي قبل بس عشان انا بدي اعملها مره واحده. بيساوي التكامل من صفر لاثنين بدي اعوض عن كل واي بواحد 4 ناقص اكس ناقص نص 4 ناقص اكس 4 في 1 ناقص اكس في 1 ناقص 1 على 2 ناقص نص كله دي اكس. طبعا هذه مع هذه 3 ونص او 7 على 2 هسيبها زي ما هي. خليها زي ما بدك مش مزعجك ماشي عشان تعرف تكمل معنا كويس. يساوي ها هذه ايش تكملها؟ بدك تكمل الان بالنسبه لاكس 4 اكس هذه ناقص اكس تربيع على 2 ناقص نص اكس. والله عيب ما هي حلوه اكس لازم نجمع احنا ما علينا من 0 ل 2 تمام. لما اعوض بصفر
كروه. خلينا نعوض باثنين في الأول. أربعة في اثنين تمانية، ناقص اثنين أربعة، اثنين باثنين، نص في اثنين واحد، تمانية ناقص ثلاثة بيطلع خمسة. كلام بسيط جدا، واضح هيك الكلام؟ قولي دائما الحد العلوي ناقص الحد السفلي، دائما. احنا عندنا تكامل، اذا كان تكامل f of x dx من a ل b بتساوي f of x، هذه بسموها المشتقة العكسية، بتساوي f of b ناقص f of a، مظبوط ولا لا؟ هيك القاعدة. طيب الان لو احنا عكسنا هذول، بدلنا، في سؤال ممكن يقول لك اعد كتابة التكامل او الحجم مع تبديل الاوردر، ريفيرست، اعكس الاوردر، يعني دي اكس دي واي، نشوف ايش بده يصير عندنا. لو بدي اعمل عادي، احنا عشان انا في الاخر هيك بحب اني اكامل بالنسبه لاكس، احنا متعودين نكامل بالنسبه لاكس، فبدي الجواب النهائي يكون اكامل بالنسبه لاكس واخلص وانا مرتاح، اما بالنسبه لواي بخاف اخربط. في الاول بكامل بالنسبه لواي وانا مركز، بعدين بصل اكس بكون اكزوستد زي ما بقول، ارهقت، فبحلها وانا تلقائي بحلها. لكن لو حليتها دي اكس دي واي فيش مشكله، نعملها نعملها. لا بدنا بدي اعملها، بدنا نعملها، انا هيك هيك حعملها كلها. الان حنعمل التكامل، حيكون عندي هنا دي اكس دي واي، تمام؟ حيكون هذا للاكس، ايش حدود الاكس؟ من صفر لاثنين، للواي من صفر لواحد، الاقتران اربعة ناقص اكس ناقص واي، تمام؟ يبقى الان هاي تكامل من صفر لواحد، نفتح قوس، اكامل بالنسبة لاكس، اربعة اكس ناقص اكس تربيع على اثنين ناقص اكس واي، وهذه موخوذة من وين لوين؟ دي واي، تمام؟ الآن بدي أعوض عن كل إكس باثنين، بدي يساوي التكامل من صفر لاثنين، نعملها هنا هيساوي عندي التكامل من صفر لاثنين لمين؟ عوض عن إكس باثنين، أربعة في اثنين ثمانية ناقص أربعة اثنين اثنين ناقص اثنين واي ناقص الصفر، طبعا عوض بصفر صفر 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 بروح، كل هذا ايش؟ دي واي. 8 ناقص 2 قول له 6، صح؟ بصير عندي التكامل، فيش تكامل خلص مباشره، 6 اكس ناقص 6. روق يا ختام، كامل بالنسبه لواي، 6 واي ناقص 2 واي تربيع 2، يبقى واي تربيع كله ماخوذ من وين لوين؟ 2 واي صفر لواحد، لواحد، ما انا استغربت، صحيح هذا لواحد. عوض عن كل واي بقديش؟ 6 ناقص 1 بيساوي قديش؟ 5، نفس الجواب، مزبوط؟ نفس الجواب. هي الفكره بين حاجه 15 3 و15 5 دخلين، احنا نخلص اليوم 15 1 و15 2، المحاضره الجايه بناخذ 15 3 و15 5، كلمتين صغار. انا ناس 15 2 مهم، مهم جدا. انا وانا بقول لما انتبهتش ل 15 2 يعني سقط سهوا. خلصنا هذه، طيب معلش نشوف مثال 2. المثال الثاني بقول لي كالكوليت، خلصنا منه هون، خلص مثال 2 ومثال 3 بتهيألي نفس الكلام، ما فيش داعي الحين نروح على 15، نروح على 15 2، خلص هيك بكفي 15 1. بعدين في ورقة ناقصة ولا ايش؟ 15 1 ايوه 2 3، هذا نهاية 15 1. الآن نروح على 15 2، شايفين انتوا اسئله بسيطه، اسئله بسيطه. طيب اوكي
15-2 double integrals over general regions. الآن بدل ما هي منطقة مستطيلة بدها تكون مناطق عامة، يعني أي منطقة من الـ XY بلين، أي منطقة من الـ XY بلين. الآن خلصنا. هل هي دبل انتجرال اوفر جنرال ريجون 15-2 دبل انتجرال هيك نقولها اوفر او ريجونز. الان الجنرال ريجونز خلوكم معي، بعطيني اما حدود اكس ثابته وحدود واي متغيره او حدود اكس متغيره وحدود واي ثابته، بتبطل مناطق منطقه مستطيله. يعني مثلا لو كانت اكس من A ل B، الاكس من A ل B تكون الواي اقتران، ولو انها هيك مش اقتران، اقتران اقتران عادي، وهي هذه هيك، هذه مش منطقة مستطيلة، هذه المنطقة صح؟ منطقة عامة صح؟ على فرض هذه، هذا هي هذه نقول جي واحد اوف اكس وهذه جي اثنين اوف اكس، بدي اجيب التكامل على هذه المنطقة. حدود الاكس تكون عندي من A ل B، لكن حدود الواي من جي واحد لجي اثنين متغيرة، ما فيش فيها حاجة ثابتة. الاكس بتضلها على المنطقة من A ل B، القيم الاكس قيمها ثابت، الاكس ثابت هان وهان وهان وهان، لكن الواي من قيمه لقيمه بتتغير القيم تبعتها، فبصير عندي الفوليوم طيب. طبعا عندنا احنا نظريه، مش هنكتب كلام من عندنا. ليت اف اكس واي بي كونتينيوس اون ا ريجون ار. اف اكس واي اللي هو السطح اللي بده ينبنى فوق بده يكون، او اللي بده ينبنى فوق المنطقه بده يكون كونتينيوس متصل. اف ار از ديفايند باي، اذا الار تبعتي اللي قدامنا معرفه كالتالي: الاكس من A ل B زي ما احنا كاتبين هان، اذا المنطقه ار هذه ار محدده كالتالي: اكس من A ل B والواي من جي واحد اوف اكس اصغر او تساوي واي اصغر او تساوي جي اثنين اوف اكس. فان حيث الجي واحد والجي اثنين طبعا اقترانات متصله كونتينيوس، فان التكامل على الريجون لاف اكس واي دي اي بتساوي، بنخلي التكامل الثابت الحدود الثابته برا، يعني بناخذ برا مين؟ دي اكس، والمتغيره جوا اللي هي الدي واي بدي اخذها من جي واحد اوف اكس لجي اثنين اوف اكس، تمام؟ لاف اوف اكس وواي طبعا، اف اوف اكس وواي. طبعا هذول حدود مين؟ الواي، يعني هذه كانها من واي بتساوي الى واي بتساوي. هذا ايحاء لنا لما نجي نحل، لما نجي نحل لما بدي اكتب هذا بدي اكتب واي في صوره اقتران بدلاله اكس، يعني ممكن اكتب هان مثلا، مثلا لو كانت هذه اكس زائد واي تساوي 5 وهذه مثلا واي بتساوي اكس تكعيب زائد 1 مثلا، فبدي اجي اكتب الحد السفلي هان، حكتبه ايش؟ واي بتساوي، واي ايش بتساوي؟ واي بتساوي 5 ناقص اكس، فبصير الحد السفلي عندي هنا من 5 ناقص اكس اقتران في اكس جي اوف اكس، هذا تجيني ايش؟ اكس تكعيب زائد 1، بكون عندي حدود تكامل اكس تكعيب زائد 1، تمام؟ هذا ايش بساعدني؟ لما اجي اكامل هذا بالنسبه لواي، كملها بالنسبه لواي، بيطلع عندي اقتران، بعوض عنه بدلاله الاكس، بيطلع جاهز للاكس عشان تكامله، مضبوط ولا لا؟ بالمنطقه، يبقى انا هم تكون عندي من واي بتساوي الى واي بتساوي. بعد ما بكامل وبخلص بكامل بالنسبه لاكس وبنعوض بحدود التكامل الثابته، فبيطلع عندي الحجم تبع المنطقه اللي بدنا اياها. بقول لي اذا كانت الار
معرفة كالتالي برضو. الواي من سي لدي، والإكس هي المحصورة بين اقترانين. إذا هذه جي أوف إكس الواي، فبتكون الإكس اتش واحد أوف واي لأتش اثنين أوف واي. تمام؟ الآن التكامل على الريجون للأف إكس وواي دي اي على المساحة بده يساوي التكامل. مين الثابت عندي؟ يبقى هنا سي دي وبرا دي واي، واللي جوا بده يكون دي اكس، بده يكون حدود هذا تكون من اكس بتساوي الى اكس بتساوي، صح؟ اتش واحد اوف واي اتش اثنين اوف واي للاف اوف اكس وواي. فهذا بده يطلع الاقتران، بده اعوض عنه بدلاله واي عشان يكون جاهز للواي عشان يتكامل. تمام؟ هذه هيك نص النظري. مش هيزبط، مش هيزبط اصلا. لما يكون حدود التكامل ثابت حيطلع عندك في الاخر كل مره حيطلع لي ثابت. يعني لو انا حطيت هنا وين، خلينا اقول لو حطيت هنا ثابت وكمل بالنسبه لاكس بيطلع عدد في اكس، صح؟ يعني مثلا نقولي هذه لو كملتها وين احنا الحدود الثابته حطيناها جوا، اكامل بالنسبه لاكس حيطلع عندي اقتران في اكس، عوض بالحدود بيطلع لي يقولي سبعه. طب سبعة كم ليها بالنسبة لواي؟ سبعة واي بتاخذها من وين لوين؟ من دي اكس لدي، من اقترانين بدلالة الواي، بدي اعوض عن واي بالواي، مش هيزبط. انا بدي في الاخر يطلع لي حجم، صح؟ فانا دائما بخلي الثابت برا عشان في الاخر يعطيني رقم وليس العكس، عشان انا بدي حجم. اوكي، الان نشوف المثال الاول. سكر القلم بس. المثال الأول بيقول لي find the volume of the prism. البريزم اللي هو المنشور. أوجد حجم المنشور الذي قاعدته whose base is تراينجل. جاي من كلمة تراي ثلاثي ولا لا؟ تراي وانجل ثلاث الزوايا اللي هو المثلث. زي ريكتانجل اللي هو المستطيل. اوكي. Find the volume of the prism whose base is the triangle in the xy plane. المثلث الواقع في الاكس واي بلين. تمام؟ bounded by حدود هذه المنطقة لازم احددها. الاكس اكسس واللاين واي تساوي اكس والاكس بتساوي واحد. And whose top اللي فوق المنطقة السطح تبعي. And whose top lies in the plane Z بتساوي fxy اللي هي 3 ناقص x ناقص y. يعني أنا بدي أكامل على منطقة مثلثة موجودة في xy plane محصورة بين محور السينات. هاي واحد y بتساوي x بيجينا هان، وبعدين x بتساوي واحد رسمتها خط الرأسي زي ما قلنا x بتساوي a الآن، مظبوط؟ هذه x بتساوي واحد، هذه معادلتها وهذه معادلتها y بتساوي x. هاي المنطقة تبعتنا. طبعا نقطة التقاطع هذه بتكون واحد وهان عقبالها واحد، لأن هذه النقطة تقع على y بتساوي x، يعني واحد وواحد وصفر وصفر. هذه المنطقة أنا بدي أعمل التكامل عليها، بدي اكامل البريزم على الار للاف اكس واي دي اي تساوي تكامل على. طيب عندي 3 ناقص اكس ناقص واي. طب انا ايش بدي احط الان؟ بدي احط دي واي دي اكس، وممكن احل نفس السؤال دي اكس دي واي. الان الاكس محدودة من صفر لواحد، حدود الإكس من صفر لواحد. طيب كل قيمة لإكس، كل قيمة لإكس إيش بيقابلها لواي؟ يعني مثلا لو كانت إكس تأخذ القيمة نص، واي قديش؟
لا وايد تتراوح ما بين القيم من صفر لنص. كيف يعني؟ الآن لما واي بنص، لما إكس بنص، واي ممكن تأخذ هذا النص بترسم خط مستقيم رأسي ولا لا؟ أنا بقول لكم عند إكس بتساوي نص، معادلة خط مستقيم رأسي صح؟ لما إكس بنص واي، وإيش تأخذ قيم؟ تأخذ القيمة هذه أو هاد أو هاد أو هاد أو 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 لعند الهام، لعند النص. يبقى إكس آسف واي تتراوح قيمها من صفر لنص. طب لو إكس أخذت ثلاث أرباع، واي حتأخذ قيم من صفر لثلاث أرباع، يبقى المحكي بصفة عامة. طبعا أنا بدي الإكس تتراوح من بين الصفر والواحد، فبدي أحكي عنها بصفة عامة. بدي أقول لكل إكس، هاي إكس مثلا، هاي إكس حتأخذ واي القيم من صفر لما تصل هنا إيش؟ إكس. هذه النقطة واي بتساوي إكس ولا لا؟ هذه النقطة، خلينا نقول إكس وواي، أو بقدر أسميها واي وواي، أو أسميها إكس وإكس اللي بدي إياه. مش هذا إكس تيجي هان اللي هي واي صح؟ هنا واي بتأخذ القيم من وين لوين؟ من صفر لهذه النقطة. قديش قيمة هذه النقطة؟ نشوف. هذه بدي أكتبها من واي بتساوي إلى واي بتساوي. لما إكس تأخذ القيم إكس، واي قلنا إيش؟ هاي الخط الرأسي. إيش قيم واي؟ تأخذ صفر واحد اثنين أو ربع خمس أشهر وأغراب البين أبصر إيش؟ لما تصل لهان. هذه واي قديش قيمتها بالإكس؟ واي بتساوي إكس من المعادلة اللي هان. يبقى أنا بدي أخذ حدود التكامل من واي بتساوي صفر لواي بتساوي إكس. يبقى بتساوي عندي التكامل من صفر لواحد، أكامل هذا بالنسبة لواي، ثلاثة واي ناقص إكس واي ناقص واي تربيع على اثنين موخودة من صفر لإكس، من صفر لإكس دي إكس. كويس؟ من صفر لواحد أعوض عن كل واي بإكس، ثلاثة إكس ناقص إكس تربيع ناقص إكس تربيع على اثنين، والصفر عن كل واي بصفر بروح، بضل عندي دي إكس. تمام؟ ممكن أجمع هدول مع بعض، إيش بعطيني هدول مع بعض؟ سالب ثلاثة على اثنين إكس تربيع، يعني واحد ونص صح؟ الآن بدي أكمله بالنسبة لإكس، ثلاثة إكس نصير ثلاثة. وليش التكامل؟ بإحنا بدنا نكامل. تساوي ثلاثة إكس تربيع على اثنين ناقص هذه ناقص ثلاثة على اثنين بتنزل في إكس تكعيب على صح؟ شيك؟ هذه مع هذا بيطلع سالب نص إكس تكعيب، يبقى سالب نص إكس تكعيب كله موخود من صفر لواحد. يبقى بعوض عن إكس بواحد، ثلاثة على اثنين ناقص نص، والصفر بتروح بضل عندي اثنين على اثنين اللي هي واحد صح. طب هل ممكن أبدل التكامل؟ ممكن، بس بدي أغير حاجة تانية صح ولا لا؟ لما بدنا نكامل، هو السؤال مش جاي قال لي أوجد حجم المنشور وخلاص. ها ما حددش أنت هاي السؤال قدام. لا لا لا، ممكن هذا السؤال أقول لكم يعني اعكسوا هذا وهاتولي المساحة واثبتوا أنها بتطلع واحد ونعتبره نشاط، بس أنا بديش أعمل نشاط عبين ما نتعود إحنا عليها. آه صحيح، إحنا قلنا أسبوع هذا نعطيكم نشاط وخلاص. آه إيش اليوم إحنا؟ ضل عندنا نشاط، هذه عشر علامات بل لا لا أبدا منفعش منفعش. لا لا بدي أعطيكم أنا من الحاجات البسيطة هذه اللي أنا بشرحها، بنعطيكم حاجة كويسة إن شاء الله. طيب الآن هذا بدي أشيل، بدي أشيل وأعطي إيش؟ بدي أخذ التكامل خلاص، ثلاثة ناقص إكس ناقص واي هيك. بدي أخذ أنا الآن دي إكس دي واي، خلوكم معي خلوكم معي بس. الآن الدي واي، الواي حدودها، الواي حدودها من صفر لواحد صح؟ هيها من صفر لواحد، الواي من صفر لواحد. الآن الإكس أنا بدي أخذ هنا من إكس بتساوي إلى إكس بتساوي، بدي أكتبها بدلالة واي. طيب لما
خلينا ناخذها نقول مثلا لو واي واي بنص حرسم الخط هذا ايش حتاخذ؟ حرسم الخط هذا ايش الاكس من وين لوين بدها تروح؟ تاخذ هذه نص بدها تيجي من عند نص لواحد مزبوط؟ من نص لواحد مزبوط؟ طيب لو اكس ثلاث ارباع حتاخذ كل هذه احنا بدنا واي تاخذ المنطقه هذه. انا هنا واي عندي متعدده واي لا واي ثابته لكن الاكس المتعدده تاخذها من وين؟ هنا قلنا من نص لواحد صح؟ طب هان لما واي بثلاث ارباع حتاخذ من ثلاث ارباع لواحد يبقى هذه لو كانت واي حتيجي من واي لواحد صح؟ طب من واي لواحد شيك تمشي؟ نشوف الحين بعطيكم طريقة وانتم مغمضين تعرفوا تجيبوا الحدود على طول كويس؟ انا عارف انه مقلقاكم بس الحين بعطيكم لازم نعطيكم حاجة هيك صعبة وبعدين نقدم المفاجأة. المفروض هذه الآن التكامل من صفر لواحد خارجي بدي أكامل بالنسبة لمين؟ لا إكس بصير 3 إكس ناقص إكس تربيع 2 ناقص إكس واي موخود من واي لواحد وهذا كله بدنا نعمل له دي واي يساوي التكامل من صفر لواحد نعوض عن إكس بواحد 3 ناقص نص ناقص احنا هنا من وين؟ لا اكس هذا صح؟ اكس بتساوي مزبوط ناقص واي ناقص هذا لسه كله 3 واي ناقص واي تربيع على 2 ناقص واي تربيع هذا كله بدنا نعمل له دي واي صح؟ لو دار محل توس ما علينا الان بنفك القواس بنجمع الثلاثة ناقص نص 2 ونص هاي من 0 ل 1 هاي 5 على 2 صح 2 ونص ناقص واي تعالوا هنا على الهامش هذه 5 على 2 ناقص واي ناقص 3 واي زائد هذول 1 ونص يبقى زائد 3 على 2 واي تربيع مزبوط هذه مع هذا سالب 4 يبقى 5 على 2 سالب 4 واي زائد 3 على 2 واي تربيع هذا كله بدنا نكامله دي واي صح؟ هنشوف طبعا عشان هيك يعني الترتيب الاول كان احسن لنا واسهل ما علينا الان بدي اكمل بالنسبه لواي حيساوي عندي قديش؟ 5 على 2 واي ناقص 4 واي تربيع 2 2 واي تربيع زائد 3 على 2 في واي تكعيب على 3 يبقى زائد نص واي تكعيب كله من صفر لواحد طبعا لما اعوض بصفر بتروح انا بحط الصفر في الاول يا ست مراه عشان بقول برتاح منها انا بدي اعوض بالواحد ناقص ام الصفر يعني تعويض بصفر قصدي واحد خمسه على اثنين ناقص اثنين زائد نص اثنين ونص ونص ثلاثه ناقص اثنين برضو واحد نفس الجواب مزبوط بيطلع طيب قبل ما اقول لكم القاعده في عندي المثال 2 ها تاخذوا بالكم انه على الرغم من انه بقدر احل زي ما شفنا بالترتيب دي اكس دي واي او دي واي دي اكس مش كل الاسئله يحبذ فيها اللعب في الترتيب في مثال 2 بيقول لي انه لو انا بدلت الترتيب ببطل السؤال ينحل عندي كيف يعني شوف المثال ايش بيقول لي مثال رقم 2 كالكوليت الدبل انتجرال للساين اكس على اكس دبل انتجرال للساين اكس على اكس كالكوليت بدي تكامل ساين اكس على اكس هذا الاقتران معرف على القاعده تبعتنا قصدي اللي هي الريجون نفسها اكس بتساوي 1 واي بتساوي اكس تمام وهنا 0 هنا 1 وهي المنطقه المضاده هذا انا ممكن اكملها دي اكس دي واي وممكن اكملها دي واي دي اكس يفضل ان نكملها دي واي دي اكس ليش خليكم معي ايوه دي واي دي اكس طبعا حدود التكامل بفرجها الله سهله حدود التكامل بنجيبها الان بقول
الآن هذا بالنسبة بدي أكملها بالنسبة لإيش؟ لواي. هذا ثابت، هذا ثابت لما أكملها بالنسبة لواي. فتكملها بصير ساين إكس على إكس في واي، وبدي أخذ حدود التكامل عندي أنا بنحددها الآن. لما أكمل بالنسبة لواي دي إكس، الإكس من صفر لواحد صح؟ والواي زي ما قلنا، الواي هنا، الواي قلنا من إيش؟ من واي بتساوي من صفر، من صفر لإكس بالضبط، من صفر لإكس صحيح قلنا بالضبط. هالحين هنا من صفر لواحد، وهذا هاخدها من وين؟ من صفر لإكس دي إكس. الآن لو عوضت عن واي بإكس تروح الإكس مع إكس، يبقى هيساوي تكامل من صفر لواحد لساين إكس دي إكس، ويساوي كوزاين إكس من صفر لواحد سالب بالضبط، ويصير عندي سالب كوزاين الواحد زائد كوزاين الصفر، يعني واحد ناقص كوزاين الواحد. تمام؟ بقول شوف لو احنا يجينا واضح الحل هيك، هذا اقتران ثابت بالنسبة لواي، فبينزل زي ما هو في واي، زي ما اقول خمسة، خمسة واي. وبعدين لما عوضت راحت وصار عندي اقتران بقدر اكمله. قال تصور لو كان عندي بغض النظر عن حدود التكامل، طبعا لما بدل بدنا نغير نلعب في حدود التكامل. فلو كانت عندي هنا دي اكس بعدين دي واي، سيبونا من هذا، احنا بس نطلع من هذا المطب. ايش تكامل ساين اكس على اكس بالنسبه لاكس؟ لو فكرنا في طرق التكامل هتغلب خالص هذا، اذا قدرنا نصل لتكامل الها. بصراحه ما حاولتش، بس انا رديت على كلام الكتاب بقول انه مش سهل اوجد، لانه هذا نفصلها يقول ساين اكس في واحد على اكس، طب على الاجزاء، طب على الفرض، على ايش بغلب؟ فايش بقول لي هان؟ طلعوا في نهايه المثال تحت، it is not easy to reverse the order of integration، ليس من السهل تبديل اللي هو ترتيب التكامل. احنا عملنا دي واي دي اكس، من الصعب يعني مش من السهل نخليها دي اكس دي واي. ليش؟ since التكامل ساين اكس على اكس دي اكس cannot be expressed in terms of elementary functions، يعني ما بقدرش اعوض عنها باقترانات بسيطه بقدر اكملها، مش سهله، وبالتالي انا هنا ملتزم غصبا عني اكملها دي واي دي اكس عشان اقدر اكمل السؤال. وانا ما حاولتش بصراحه اني احاول اكملها، بس بناء على كلامه اكيد يعني هدول لما بحط المثال بكون عارف ايش اللي بكتب. طيب اجي الان او نرجع لقصه تحديد حدود التكامل. نرجع لمثالنا، نرجع لمثالنا. المنطقة هذه، هاي الريجون اللي احنا بدنا نشتغل عليها مظبوط. بقول اول حاجة نعملها ارسم المنطقة اللي هي بدي اجري عليها عملية التكامل، مش الاقتران اللي بدي اكامله، المنطقة اللي عليها التكامل اللي هي الريكتانجولار او الجنرال ريجون، منطقة سواء كانت مستطيلة او عادية. هاي رسمنا المنطقة، اكتبي كل الاقترانات اللي بتحد هذا الاقتران. بدي اكتب معادلاتها، هذه معادلتها واي بتساوي اكس، هذه اكس بتساوي واحد، هذا محور اكس اللي بقدر اقول واي بتساوي صفر، وهذا محور واي اللي بقدر اقول اكس بتساوي صفر. ما هذا اكس بتساوي صفر واكس بتساوي واحد، مش هذا صفر؟ ما هي اكس بتساوي صفر. اوكي، هيك كتبنا الحدود عليهم كلهم. الان ايش كان عندي الاقتران؟ هو 3 ناقص اكس ناقص واي، بدي اكامل 3 ناقص اكس ناقص واي حسب دي واي دي اكس، وممكن نعملها وحشرح لكم اياها لو بدنا نعمل دي اكس دي واي. تمام؟ لكن ما فيش داعي اكمل التكامل، انا بدي الفكره الان، لانه هذا حليناه بدي واي دي اكس ودي اكس دي واي، حليناه في التنتين وطلع خمسه صح؟ الان بدي اشوف، الان بدي ابدا بمين انا؟ دي واي. بدي اروح ارسم خط راسي يوازي محور واي، لو بدي اشتغل لاكس حرسم خط افقي يوازي محور اكس. حلو الكلام؟ معاي؟ الآن بدي اشتغل على واي، يبقى بدي ارسم خط رأسي يوازي محور واي وإله اتجاه في اتجاه تزايد واي، يعني بدي ارسم خط رأسي يقطع المنطقة كاملة، يقطع هذه المنطقة. تمام؟ الآن وين انترز ذا اريا وين ليفز؟ يدخل المنطقة عند واي بتساوي ايش؟
صفر ويغادرها عند واي بتساوي ايش؟ اكس. هاي حدود التكامل تبعت الواي. وين دخل المنطقة؟ عند واي بتساوي صفر وغادرها عند واي بتساوي اكس. هاي حدود التكامل، تمام؟ هذا بالنسبة لحدود الواي. كيف بدي اجيب حدود الاكس؟ لا لا لا، واحد 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 واحد. لا، لبس منديل من تحت المنديل هيك. احنا هان انا بقول بدي اكمل بالنسبه لواي في الاول، بدي اجيب حدود الواي في الاول. الاول هو اللي بدي اعمله في صوره اقتران، والخارجي بيكون دائما ثابت، صح؟ هيك قلنا عشان اقدر اجيب الحجم. هو لحاله هيك حيطلع. الان كيف بدي اجيب حدود الاكس؟ انا رسمت خط راسي، صح؟ بدي ارسم عدد لا نهائي من الخطوط الراسيه كلها بتوازي هذا الخط، لكن بدي اخذ معادله او قيمه اول خط. وين الخطين الرأسيين اللي بحصرن المنطقة؟ هاي خط هان وهذا، صح؟ يعني أنا برسم خطوط رأسية بتسكر للمنطقة كلها. اللي برا على الفاضي، اللي هان، هدول ما بيلزمنيش، لا اللي هان ولا اللي هان. فبدرسم كل الخطوط الرأسية اللي بتقطع المنطقة وتوازي الخط اللي احنا سميناه ال لاين الرأسي. خذي اول خط على الشمال بكون القيمه السفلى لتكامل اكس، والقيمه على اليمين القيمه العليا. هذه اكس بتساوي قديش؟ وهذه يبقى هنا حدود التكامل من صفر لواحد. هاي حدود التكامل ببساطه بدون تعقيد. هلا بنشوف على المثال المشروع لنا في القائمه نفس السؤال. لو بدي اعمل اجيب دي اكس دي واي، هنا عندي y ناقص x ناقص 3، 3 ناقص x من الى هذا الكلام. الان بدي اعمل بالنسبه لمين؟ لا x. هالحين الافقي هاي المنطقه تبعتي برضو، هاي المنطقه، وبحدد العلاقات اللي عندي كلها. هذه x تساوي 1، y بتساوي x، y بتساوي 0، x بتساوي كل حاجة. طبعاً هذا ما فيش داعي أكتبهن، إحنا عارفين المفروض. وهذه صفر وهذه واحد وهذه النقطة واحد، اللي هي طبعاً هذه واحد وواحد. هاي المنطقة تبعتي. الآن أنا بدي أكمل بالنسبة لإكس. حاجة أرسم خط أفقي في اتجاه تزايد إكس، يعني من الشمال لليمين، كويس؟ أين يدخل المنطقة؟ هاي النقطة ويغادرها، يبقى هاي الحد السفلى، هاي الحد العلوي، يبقى الحد العلوي واحد، يغادرها عند واحد. يدخلها وين؟ هذه هيها من x بتساوي ايش؟ y. بحطها طبعا هذه x، يبقى هي المفروض من x بتساوي الى x بتساوي. حط x بدلالة y، حط x بدلالتها بس. هيها يبقى من y لواحد. قعدنا ساعة قبل شوي اقول لكم لو كانت نص، لو كانت ربع، لو كانت ثلاث ارباع، ونعمل، وانا متاكد انه ثلاث ارباعكم او نصكم مش مقتنع في الكلام اللي قلتوه، لكن قلتوا لكن هيها في الاخر الخط هذا وين يدخل؟ بكون هو ايش؟ اللاور ليميت وهذه الابر ليميت. يبقى هاي حدود التكامل تبعت الاكس. بنيجي لواي، ارسم كل الخطوط الافقيه اللي بتحصر للمنطقه، حلاقي هاي خط وهي خط. من واي بتساوي صفر لواي بتساوي واحد، صح؟ اذا حدود الواي من صفر لواحد. وبنكمل على هذا وبنكمل على هذا، تمام؟ لو شفنا الاقتران اللي معطيني اياه في الرسم عندي، فهمتوا حاجة؟ بدل؟ فهمتوا حاجة؟ إن شاء الله، إن شاء الله. يعني هذا فيه شغل، يعني فيها شوية تفاضل واشتقاق، أما اللي قبل اشتقاق الجزئي حاجات بسيطة وتافهة. الآن معطيني الريجون يا بنات، معطيني الريجون اللي بدها تتم عليه عملية التكامل، بغض النظر عن الاقتران اللي فوق اللي انا بدي اكمله. انا الان مهتم بايش؟ بحدود التكامل. الاقتران جوا ايش مكان سهل بنقدر نكمل، بس انا بدي، لا مش دائما هاي ساين اكس على اكس، مش دائما. بغض النظر، يعني قصدي لما يعطيني سؤال بنحل بكون. فقال لي الريجن تبعتنا محصوره ما بين الخط المستقيم اللي معادلته اكس زائد واي تساوي 4، اظني تساوي 1، هذا الخط اللي هي في صفحة 173، الرسم اللي تحت اللي في القاع،
ومن فوق هانا قال لي هذه جزء من دائرة معادلتها X تربيع زائد Y تربيع تساوي 1، تمام؟ هذه المنطقة R، انسوا الباقي، التكامل على هذه المنطقة. طبعا هذه لأنها دائرة واضح أنه مركزها نقطة الأصل ونص قطرها 1، المفروض هذه 1 و1 ولا لا؟ 1 و1 هذه X. طبعا هذه معادلتها، المنطقة هذه محصورة بين مين ومين؟ بين هذا الخط اللي هو X زائد Y تساوي 1 برضو، X زائد Y ماشي زي ما بده، وبين الدائرة بس، لا هذه لها علاقة ولا هذا له علاقة، هاي حدود المنطقة، تمام؟ الآن بدي أجري التكامل بغض النظر إيش مكان الاقتران اللي عندي، بدي أكامل بالنسبة لإيش؟ أحط في الأول دي واي وبعدين دي إكس، تمام؟ بدي أشوف إيش الحدود اللي أحطها، عشان دي واي خط رأسي يدخل المنطقة، بدخلها وين؟ عند الخط المستقيم ويغادرها عند الدائرة، صح؟ المفروض هنا بكتب واي بتساوي واي بتساوي، صح؟ هنا هاتيلي واي ايش بتساوي؟ 1 ناقص اكس، صح؟ انا عندي اكس زائد واي بتساوي 1، هاتيلي واي ايش بتساوي؟ 1 ناقص اكس، يبقى انترز او اللور باوند 1 اللور ليميت، ما فيش داعي اكتب واي تساوي لانها مفهومه، 1 ناقص وليفز عند اكس تربيع، هاتيلي واي، يبقى بتصير واي تربيع بتساوي 1 ناقص اكس تربيع، واي بتساوي، صحيح؟ يبقى الحد العلوي جذر 1 ناقص اكس تربيع. الان بدي اجي الى حدود الاكس، رسمت خط راسي، الخطين الراسيين اللي بحصروهن هاي واحد هان وهاي واحد هان، هذه اكس بتساوي 0 وهذه اكس بتساوي 1، يبقى حدود التكامل من 0 ل 1، تمام؟ نفس المنطقه لو بدي اعمل ترتيب ثاني دي اكس دي واي، نفس المنطقه ايش حعمل؟ حسب السؤال، يا السؤال مطلوب يا إن الحرية إلك، أنت بتشوفي مين أكامل أفضل، أسهل لي أكامل بالنسبة لإكس الأول ولا بالنسبة لواي؟ طبعا هنا أنا التنتين متغيرات، فيش التنتين متغيرات، الآن صرنا نشتغل بصفة عامة، صح؟ فحسب ما بدك أنت بيظهر لك مين الثاني. فالآن أنا لو بدي أكامل دي إكس دي واي، تمام؟ للاف اكس واي. الان بدي اكامل من اكس بتساوي ل اكس بتساوي، بدي اجيب حدود التكامل، حروح انسى الخط هذا وانسى الخط اللي عملناه، حرسم خط افقي حيدخل هان، صح؟ انا عندي اكس زائد واي بتساوي 1، بدي اكس ايش بتساوي؟ صح؟ من هان، صح؟ رهف معي؟ سرحت ايه؟ عيد ثاني؟ الآن أنا بدي إكس إيش بتساوي؟ هاي إنترز من هان 1 ناقص واي، يبقى أحط الحد الأدنى 1 ناقص واي، وليفز وين؟ نفس هذه نفسها بس هتكون إكس بتساوي جذر 1 ناقص واي تربيع، هاي حدود التكامل من غير ما أحط إكس بتساوي جذر 1 ناقص واي تربيع، بضل عندي حدود الواي، رسمت خط أفقي، هاي هاد هاي هاد محصورات هان بين واي بتساوي 1 وواي بتساوي 0، الحد السفلي 0 والحد العلوي 1، واضح الكلام؟ ناخذ مثال على هذا الكلام، طب كيف بدي اعرف انه قيمها ثابته؟ شوف انس المثال اللي انا حليته في الاول وقلنا الاكس من 0 ل 1 والواي من 0 ل اكس، انس هذيك اللي انا حليناها كبدايه، لكن الان صار عندي قاعده عامه بشتغل عليها وخلص، يعني تبعت المثلث ما شفنا، انا اللي بدي اذا بدي اكامل بالنسبه لواي ولا اكامل بالنسبه لاكس، لقينا انه اسهل لنا في الحل لما كملت بالنسبه لواي، انا بتذكر لما عملنا بالخمسه، لما عملنا دي اكس في الاول عملنا قوسين لما جيت اعوض بالحد العلوي والسفلي، مزبوط قوس ناقص قوس طلع مقدار هالقد، لكن لما كملت بالنسبه لواي طلعت اصغر، فانا بختار الدي واي زي اولويه زي ما قلت لكم، انا بكامل بالنسبه لواي وفي الاخر بكون جاهز للاكس بكامله وانا مرتاح بدون تركيز. لا عند الدكتور ترسم، انت تحدد المنطقه وترسم عليها.
فيش اقتراحات بسيطة سهلة. مين من هذول تعرفيش ترسميهن؟ هذه واي بتساوي واحد ناقص اكس. أصلاً هذا رسم خط مستقيم. أول خط المستقيم حط مرة اكس بصفر ومرة واي بصفر. أي قيم زي جدول صغير، جدول حط قيم وخلاص. بدينا في الزن عاد اللي مش مفهوم منه ولا حرف. بدينا عاد في الكلام. نشوف مثال. بس ما تقلقوش. اصلا هذه فيها ساعة وثلث، يعني احنا صرنا ساعة ما بدنا. لا اقل، انتوا جيتوا وقت ايش؟ صحيح. طيب 11 وعبين ما علينا نضيع الوقت لانه الذاكرة محدودة. اوكي نشوف الاكزامبل عندنا. بقول لي الاكزامبل الاول للاسف معطيني عملية عكسية. بقول لي انت ارسم، انا بعطيك التكامل بحدوده وانت ارسم المنطقة، او انت ارسم المنطقة اللي بدنا نكامل عليها. ايش بقول؟ عملية عكسية صح؟ بقول لي التكامل من صفر لاثنين لإكس تربيع اثنين إكس، هذا السيرفس أو أربعة إكس زائد اثنين دي واي دي إكس. بقول لي sketch the region of integration for the integral اللي قدامنا and write an equivalent integration with the order reversed. لا في الاول انك ترسم المنطقه بعدين ترجع تكتبيها دي اكس دي واي وانت اللي تحدد الحدود من جديد. ولا ما تجيبيش التكامل، التكامل بسيط ولا لا؟ لكن احنا هذا المطلوب. الان انا في الاول ارسم المنطقه وبعدين بعمل الريفرسينج. نبدا اللي جوه ده في الاول صح؟ معناها رسمت خط يوازي واي رأسي، فدخل المنطقة عند إكس تربيع. طبعا هذه تعني واي تساوي إكس تربيع لو واي تساوي 2 إكس، مظبوط ولا لا؟ يبقى أنا عندي رسمة هاي واي تساوي إكس تربيع هايها صح؟ واي بتساوي 2 إكس زيها زي واي تساوي إكس بس لفوق شوي. هذا هي. يبقى هاي واي تساوي 2 إكس وهاي واي بتساوي إكس تربيع. لما رسمنا الخط أدخل هاي المنطقة خلصت. هذه النقطة إيش حدودها؟ ممكن أحلهم مع بعض صح؟ سويهم في بعض. X تربيع تساوي 2X، يبقى X تربيع ناقص 2. أوعى طير X مع X. يبقى X في X ناقص 2 بتساوي 0، يبقى X بصفر أو 2. هاي الصفر يبقى هذه 2. ماشي أنا يعني لكم برضو ما علينا عشان تعرفوا من هو حطها. انا عارف. طب هذه قديش بتكون؟ بالله لما اكس ب 2 واي ب 4 شفتوا؟ ما هو معطيك، مش معطيكوا اياها هذه. هذه مش معطيك اياها، شفتوا صح؟ هاي المنطقه احنا الان هاي الارض، هذه حدود الاكس. احنا رسمنا خط راسي صح؟ حدود الاكس من اكس بتساوي 0 لاكس بتساوي 2 هاي تمام. أو هذه رسمنا فيها الرسمة. الآن بدي أجي أعيد وأكتب dx dy. يبقى أنا الآن بدي أمسك الرسمة، طبعا ما ليش دخل أنا في هذه 4x زائد 2. بدي أجي للرسمة عشان dx درسم خط أفقي، بدخل هان وبطلع من هان. لما بدخل هنا بدي إياها من x بتساوي من هان بالضبط، من هذه هيو هاتي x إيش بتساوي؟ نص y، واي على 2 او نص واي. شايف؟ بيطلع هان اللي هي من هان، هاتي اكس يبقى جذر واي، يبقى جذر واي، ما فيش داعي لها. الان بالنسبه للواي من 0 ل 4، من 0 ل 4. خلص هاي مطلوب السؤال، هذا المطلوب تبعه. خلصناش. البروبرتيز هذه ممكن لا اكسرسايز. الصفحه اللي بعدها تكمله مثال. اطلع على مثال 4 تحت. الخواص بسيطه يعني ممكن تقروها، انه الدبل انتجرال بتوزع على الجمع والطرح نفس خواص التكامل العادي. بس خاصيه الاضافه هنا بعمل لنا قصه واحنا مش هندق عليهن كثير. انسى. نشوف مثال 4.
شوف مثال أربعة بقول find the volume of the wedge like شبيه الوتد wedge like solid that lies beneath يعني زي شبه زي ما انتم شايفين زي الخنجر زي الوتد هذا مجسم مبني زي ما بعمل في الساحات العامة بعمل مجسمات هياكل هنا رسمين زي وتد هيك جاي فبقول هذا الوتد مرسوم على الأرضية تبعته lies beneath the surface سطحه السطح تبعه هو عبارة عن 16 ناقص X تربيع ناقص Y تربيع and above by هو يقع أسفل هذا السطح وفوق المنطقة فوق المنطقة المنطقة اللي هي تحته يعني اللي هي الأرضية تبعتنا في X Y بلين above the region R bounded by the curve Y تساوي 2 جذر X and the line Y تساوي 4 X ناقص 2 طبعا رسماتين بسيطة Y تساوي 2 جذر X ترسم الجذر عادي وبتقول سميه 2 جذر ما حدش جاي يدوب مظبوط والثاني واي تساوي 4 اكس ناقص 2 معادله خط مستقيم معادله خط مستقيم ميل وموجب صح لو حطينا اكس بصفر بتطلع واي بسالب 2 طب لو حطينا واي بصفر عشان محور السينات بتطلع اكس بنص صح هيات الرسمه هاي قدامي الان الرسم هذا اللي قدامي طبعا يفترض انه انت اللي ترسميها ولا لا القصه بسيطه طبعا زي ما اخذتوا انتم في كالكولس واحد ممكن تجيبي كل نقطة التقاطع هاي الجذر وهي الخط المستقيم صح هاي الجذر وهي الخط المستقيم هذه صفر هذه نص هذه مش عارف قد ايه بتحل المعادلات مع بعض بيطلع عندنا واحد واثنين هذه معادلتها واي بتساوي 2 جذر اكس وهذه واي بتساوي واي بتساوي 4 اكس ناقص هاي المنطقه هذه ايش بده المجسم اللي عندي او اسف السيرفيس اللي هي معادله 16 ناقص اكس تربيع ناقص واي تربيع هيك ولا 100 مزبوط اوكي طيب الان بدي اخذ حدود التكامل من وين لوين دي اكس دي واي ولا دي واي دي اكس الان عندي خذوا بالكم الان انا اللي بدي اختار صح تأخذوا بالك ولو جيت أنا بدرسهم دي واي دي إكس زي ما قلت لكم قبل شوية الأولوية عندي دي واي هاتولي خط بيقطع المنطقة كلها خذوا بالك وهذه جزئين لو رسمت خط هان مش هيقطع لي هاد صح؟ هيقطع لي هذه المنطقة نفسها لكن لما أنا أرسم خط أفقي خلص ما فيش عنده جزئين فوق وتحته إشي لكن هذا على يمينه في منطقة وعشماله في منطقة لكن هان برسمه خط أفقي وبالتالي أنا بختار دي إكس في الأول عشان اقدر ارسم الخط الافقي وبالتالي انا بدي اخذ دي اكس يدخل المنطقه هذه هان ويغادرها هان يعني هان انا بدي اياها دي واي بدي اياها من اكس بتساوي الى اكس بتساوي هذا خد بالك بتساعدك الكلمه هذه صح كتابه اكس بتساوي بتساعدك يبقى انا بدي اجي بالضبط من هان بدخل عندها من هان ربع الطرفين واي تربيع بساوي 4 اكس يبقى اكس بتساوي واي تربيع على 4 صح يبقى بدخل هنا عند y تربيع على 4 وبنشيلها بعدين هان ليفز هان من هان 4x بتساوي y زائد 2 على 4 على 4 يبقى y زائد 2 على 4 الصحيح خلص الحين نيجي لايش لحدود الواي اقل قيمه هان y بصفر واكبر قيمه هان y باثنين هذا 2 صح يبقى بتكون من صفر لاثنين صحيح غلس شوي تكامله هذا في يعني لو قلبت الصفحة بعد التكامل سهل ال 16 بدك كمان بالنسبة لإكس إيش تصير 16 إكس ناقص إكس تكعيب على 3 ناقص إكس واي تربيع بدي أخذ التعويض الآن أعوض هذا وبعد ما أعوض وخلص مرة هاي حد سفلي حد علوي أكملهن وبعدين أكملهن كمان مرة بالنسبة لواي بيطلع عندي مقدار غلس شوي اقلب الصفحة شوفوا يعني لا نفسه ما بيجيش يعني ممكن ناخذ اقتران ابسط من هيك